السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم. نكمل قصتنا مع المنهج اللي احنا عايزين نتذكره، وأنا واثق تماما إن كنتوا كل حاجة أنا بقولها أنتوا فاكرينها كويس. دي ثقة بإذن الله. يلا. The opposite figure shows a U-shaped tube of uniform cross-sectional area A. The tube is filled partially with oil of density rho. Then, solid tightly fitted cylinder is put in the right of the right arm of the tube to slide inside it without friction. So, if the system is balanced, the weight of the solid cylinder equals. جميل قوي. طيب استأذن حضراتكم نعمل ايه؟ ناخد الحتة دي كده نشتغل بيها. احنا بنعمل ايه حضراتنا؟ احنا حضراتكم هنعمل الاتي. هدور على points in the same horizontal level in the same liquid so they must have the same pressure. فرحت عمل الخط ده، والنقطة دي هسميها 1 والنقطة دي هسميها 2. فأصبحت نقطة 1 وقع في الليكويد اللي اسمه oil، ونقطة 2 في الليكويد اللي اسمه oil. ف1 و2 they are two points in the same horizontal level in the same liquid so they must have the same pressure. يبقى البريشر عند نقطة 1 بيساوي البريشر عند نقطة 2. مين ضغط على 1 يا شبابنا؟ السلندر weight acting per unit area، ده البريشر اللي ضغط عليها، بلس اوعى تنسى الاتموسفيريك بريشر. طيب مين ضغط على 2؟ بريشر حبه الاويل رو اويل جي اتش اويل اللي هو ال بلس بي اي تي ام اللي هو الاتموسفيريك بريشر. كويس، هطير الاتموسفيريك بريشر من هنا مع الاتموسفيريك بريشر من هنا، فاصبحت الويت over area equals rho oil g l. يبقى هو بيسألني على الويت، يبقى هيساوي rho oil g l times a. تيجي نبص هنا في الاختيارات، rho g a l، فيبقى زي ما حضراتكم شايفين الإجابة هتبقى letter a. اللي بعده، the opposite figure shows a U-shaped tube of uniform cross-sectional container أو cross-sectional area containing two immiscible liquids at equilibrium which are water and liquid X. If the relative density of liquid X 0.512 so the height H equals. جميل، نتوكل على الله، ناخد دي معانا كده. Okay. هنعمل ايه؟ لاين كده بالشكل ده، ونقول ان دي نقطة 1 وان دي نقطة 2. They are two points in the same horizontal level in the same liquid so they must have the same pressure. يبقى البريشر عند نقطة 1 بيساوي البريشر عند نقطة 2. مين ضغط على 1؟ ها، رو اكس جي اتش، هنخليها ب 10 سنتيمتر. مين ضغط على 2؟ هيبقى رو ووتر جي، والهايت بتاع الحته دي عباره عن كام؟ عباره عن 10 ماينس اتش. انا عايز هايت الليكويد اللي هم الحبه دول. طب الحبه دول عباره عن كام؟ 10 سنتيمتر ماينس الاتش. جميل، هطير الجي مع الجي، وبعدين اقول ايه؟ رو اكس ديفايدد باي رو ووتر بالتايمز 10 equals 10 minus h. رو x على رو water ده اللي هو مين؟ density of liquid x divided by the density of water، يبقى ده relative density of liquid x اللي هي 0.512 اللي هو مدهاني times 10 equals 10 minus h، فيبقى دي 5.12 equals 10 minus h. فتطلع منها ان ال h equals 10 minus 5.12 12، فتطلع 4.88 سنتيمتر أيها العظماء، اللي هي تبقى الإجابة لتر سي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه.
شوية math skills ما لهمش أي 60 لازمة بنعملهم وبنستخدم إيدينا وبنوصل للإجابة، ما فيش أي مشاكل. Another example نتكلم عليه. In the opposite figure, if the relative density of oil 0.8, the relative density of liquid X is كام؟ أوكي، حاضر. محتاجين صفحة كاملة كده، فناخد الرسمة دي ونشتغل بيها بعد إذن حضراتكم. أهو. أوكي. كات نيو بيج أهي، وعملناها كده ونصغر كده شوية عشان نشتغل عليها. تمام. إيه اللي هيحصل؟ أنا هاخد اللاين ده ويبقى عندي two points in the same horizontal level in the same liquid, so they must have the same pressure. هسمي النقطة دي 1 وأسمي النقطة دي 2. البريشر عند نقطة 1 بيساوي البريشر عند نقطة 2. مين ضغط على 1؟ ليكويد إكس، رو إكس، جي إتش إكس ب 40 سنتيمتر، 40 سنتيمتر بيساوي. مين ضغط هنا؟ رو ووتر، جي هايت الووتر ب 5 سنتيمتر بلس. رو أويل، جي هايت الأويل بكام؟ ب 35 سنتيمتر. اشمعنى؟ ما هي الحته دي كلها ب 40 ودي ب 5، يبقى اللي باقي هنا بكام؟ ب 35. جميل قوي. ايه رايكم؟ اديفايد الايكويشن كلها ديفايدد باي رو ووتر، لازم تكون بتبص لبعيد، هقول لك ليه. اصبح هنا رو اكس على رو ووتر تايمز 40، هعمل حاجه كمان، هاخد من هنا جي كومن فاكتور واطير الجي مع الجي. يبقى تايمز 40 ايكوالز رو ووتر ديفايد باي رو ووتر يطلع لي 1، يبقى هنا 1 تايمز 5 ب 5، ويبقى لي هنا رو اويل على رو ووتر تايمز 35. نرجع بقى، انت واخد بالك انه بيقول لي ان الريلاتيف دنسيتي بتاعت الاويل 0.8 تايمز 10 تايمز 35 بلس 5 بتساوي رو اكس على رو ووتر، دي الرو الريلاتيف بتاعت اكس times 40. جميل قوي. يبقى الرو ريلاتيف بتاعت الاكس بتساوي 5 بلس 0.8 تايمز 35 في براكت واللي يطلع ديفايدد باي 40. كل سنه وانت طيب حضرتك بالكالكليتر ايها الشاب الجميل، فهتطلع الاجابه 0.825. اللي بعده سؤال كمان، خلي بالكم كان دايما في شكوى من ان الاسئله بتاعت اليو شيب تيوب بتبقى تقيله شويه، فكل ما هنالك ان عايز حضرتك تمسك القلم وتشتغل واحده واحده كده بالراحه، وربنا هيكرمك باذن الله رب العالمين. دلوقتي نمسك الاكزامبل ده الاول ونشتغل عليه. اها بس نقراه مع بعض هنا. You shaped the tube of uniform cross-sectional area containers a quantity of mercury when two different quantities of water were poured in the two branches. ده mercury وهنا في water وهنا في حبة water. جميل. So the height of the mercury above the level of the separating surface H equals, knowing that the density of mercury is 13,600 and the density of water 10 to the power of 3 kilograms. Kilogram per meter cubed, sorry. Okay. تعالوا كده نكبر دي كده شوية ونتفرج عليها إيه اللي هيحصل. دلوقتي هنعمل إيه؟ هنعمل خط عند الـ separating level، خط يشتمل على two points lies in the same horizontal level in the lies in the same horizontal level in the same liquid، عشان اقول عندهم they must have the same pressure. هعمل الخط ده. فالنقطه دي واقعه في الميركوري والنقطه دي واقعه في الميركوري، ادي 1 وادي 2. 1 و2 they are two points in the same horizontal level in the same liquid, so they must have the same pressure. فالبريشر عند نقطه 1 بيساوي البريشر عند نقطه 2 ايها العظماء. جميل. 1 مين اللي ضغط عليها؟ pressure of water طبعا بلس الاتموسفيريك بريشر. فالاتموسفيريك بريشر ضغط هنا والاتموسفيريك بريشر ضغط هنا، فانا هكنسل الاثنين مع بعض. طيب تعالى لي هنا بقى، عندي مين؟ عندي بريشر حبه الميركوري بلس بريشر حبه الووتر دول. جميل.
بريشر الووتر بيساوي مين اللي هنا بيساوي مين؟ بيساوي رو ووتر جي اتش ووتر. هايت الووتر ده كله بقى بصوا كده، لو قلت ان الحته دي ب اتش هقول الحته دي ب اكس، فيبقى هايت الووتر كله بيساوي مين؟ 12.6 بلس اكس بلس اتش. جميل. وهنا بريشر الميركوري روم ميركوري جي هايت الميركوري ب اتش بلس رو ووتر جي اتش ووتر اللي هي ب اكس. جميل. ناخد الجي كومان فاكتور ونطير الجي مع جي. اصبح هنا رو ووتر تايمز 12.6 يبقى 12.6 رو ووتر، يعني رو ووتر ب 1000 فممكن نخليها كام على طول؟ نخليها 12600 بلس 1000 اكس بلس 1000 اتش. وهنا رو ميركوري 13600 اتش بلس رو ووتر اكس 1000 اكس. حلو قوي مع بعض كده. 1000 اكس هتطير مع 1000 اكس. جميل. هات لي دي وديها هناك بالماينس، بقت 13600 اتش ماينس 1000 اتش ايكوالز 12600. طيب ده يديني كام؟ 12600 اتش ايكوالز 12600. فيطلع ان الاتش بتساوي 12600 divided by 12600 فتطلع بتساوي 1 سنتيمتر، لان كنت شغال كله بالسنتيمتر ايها العظماء، فما بقاش عندي الا اني اختار الاختيار لتر دي. لا يسعنا نقول غير حاجه واحده بس، الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه، هتوحشونا، مع السلامه.